والله العظيم الدنيا بقت مليانة أنجاس، أنجاس وأوساخ. من أول الناس اللي على الفيسبوك لما نزلت الصورة بتاعتي دي، بقول إن أنا هنزل الكتاب بتاع الطبيخ، وقلت سعره هيبقى 100 دولار، ولاقي لك الناس علني في الكومنتس بتكتب إن هما هيسرقوا الكتاب. ليه مصر او الدول العربية فيها اوساخ كتير قوي وناس مش متربية وما يعرفوش الحلال من الحرام؟ ده اللي هنناقشه في فيديو النهارده. السلام عليكم يا شباب، الاخبار معاكم ايجو ده ميجو فات فورمتك في البيت، فيديو جديد وحلقه جديده. في الحقيقه لما شفت الفيديو بتاع محمود الدر وهو بيتكلم عن الانونسمنت بتاعته ان هو هينزل كتاب الطبخ بتاعه ب 100 دولار، ولقيت الكومنتس والعدائيه والعدوانيه الرهيبه جدا عليه في الكومنتس، وان احنا هنسرقه وان احنا هنعمله، فكرني بالموقف بتاعي من حوالي 5 6 شهور لما اعلنت ان انا هنزل كتاب الطبخ بتاعي ب 200 جنيه، وقلت في الفيديو يعني ان انا هعمله حقوق ملكيه علشان لو حد سرقه او لو حد سربه انا هرفع عليه قضيه لان ده مجهودي والى اخره. فلقيت كميه عدوانيه وعالم مش متربيه واوساخ لا حصر له، لدرجه ان في بنت دخلت معايا في نقاش بتقول لي فيه ان انا هسرق الكتاب بتاعك وهنشره على الصفحات وهبيعه لك بنص جنيه، ولو ذكر، قالت لي كده، ولو ذكر اعمل حاجه، وانا بابا محامي ولو ذكر ترفع عليا قضيه، حقوق ملكيتي وقرف اللي انت بتتكلم عليها. يعني انا اعرف لو انت شخص حرامي وسخ بتسرق مجهود حد تاني بتتخشي على دمك يا اخي، بتحس كده اللي هو انا خدت مجهود حد تاني خلاص، يعني خليه لنفسي على الاقل، اذا بليتم فاستتروا. انما لا، انا لازم احرق قلبك واكتب لك كومنت يطلع ميتينك ويجننك ويحسسك ان انت مجهودك ده هيترمي في الارض وهسربه قدام عينك، ولو راجل اعمل حاجه. مش بس على فكره في مصر، لا ده اعتقد في الوطن العربي، وما عنديش خلفيه بصراحه اذا كان ده في العالم كله ولا لا. فلما شفت الفيديو بتاع محمود الدره وشفت كميه الخرا اللي فيه، يا عم انت مش معاك 100 دولار خلاص يا عم الكتاب مش ليك، ولا احنا عشان احنا متربيين ان ابو بلاش كتر منه اي حاجه ببلاش يا معلم بتاخدها سفلقه، معاك اسطوانه الويندوز الكراكت، معاك مش عارف ايه، وما تقوليش بعد اذنك ان انت مش معاك فلوس. ما تقوليش ان انت الكتاب بتاعي اللي انا كنت هنزله ب 200 جنيه ده، انت يا باشا بتنزل على القهوه ولا بتنزل مع اصحابك بتصرف بال 300 وال 400 جنيه. فجت على الكتاب بتاعي انا يعني، ولا الكتاب بتاع محمود الدره؟ فانا بجد مش فاهم يا جماعه، مش فاهم المينتاليتي ولا المايند سيت بتاعتنا ليه كده؟ ليه انا اتعب واصور واشتري معدات واقعد افكر في افكار واجيب كرييتيف واكتب لك الريسبيز واكتب لك البروتين والنشويات والكربوهيدرات والسعرات الحراريه والالياف، وكل ده عشان انا قاصد حلال وقاصد ان انا اوفره لك بمبلغ رمزي، وحضرتك تيجي في الاخر خالص تسرقه مبسوط قوي ان انت سرقته حضرتك وبتحرق قلبي عليه؟ ليه يا جماعه؟ ليه ما تعودناش ان اي حاجه فيها فاليو وفيها قيمه تشتريها؟ اصل انا مش معايا فلوس، حجه فارغه والله العظيم، حجه فارغه بنتداري وراها. احنا للاسف عمرنا ما اتعودنا، واهالينا، مش هجمع على كله، بس معظم الاهالي المصريه كده، ابو بلاش كتر منه، ده ببلاش هاته، مش حاطين في دماغهم ان الشخص التاني ده طلع عينه حرفيا علشان يبيعه ويكسب من وراه فلوس. يعني ما بقاش حتى فيه ايه خشوع في السرقه، خشوع هو بقى التفكير ايه، لو انا مش هعرف اشتريه هسرقه وبكل فخر كده علني قدام الناس. حصل والله. يعني على الاقل ايه، على الاقل مثلا فاهم، الناس في اماكن تانية في العالم بيحتشوا، على دمهم، بيبقى في نوع من الخشه كده فاهم. يعني لو واحد مثلا لقى حاجه غاليه وممكن يعمل له داونلود مثلا فاهم، مع انها سرقه، بس ليه مع نفسه بيقول اه بص انا هعمله داونلود، عنده دم ولنفسه كده فاهم، يعني ايه مكسوف من نفسه. لكن لا، في مصر بتلاقي الموضوع السرقه علني. ما عنديش خلفيه بصراحه اذا كان في مصر ولا في العالم كله يا جماعه، بس رجاء بعد اذنكم يا جماعه، بعد اذنكم فكروا في الموضوع ده بناحيه تانية. بلاش ابو بلاش كتر منه، عارف والله العظيم ان الدنيا خربانه، وخربانه مش عليك انت لوحدك، ما هي خربانه عليا انا كمان.
فيا جماعة بعد إذنكم لو هتسربوا حاجة يعني اختشوا على دمكم أول أولا، يعني لو الدنيا مطربقة معاك خالص خلاص يعني خلي نفسك على الأقل يا سيدي أضعف الإيمان. ده الفيديو بتاع النهاردة يا جماعة، بعد إذنكم يا جماعة يعني تفاعلوا معايا كده وسيبوا له كومنتس تحت الفيديو، بجد الكومنتس بتاعتكم دي ممكن تودي القناة في حتة تانية خالص والله. الدعم بتاعكم اللي انتوا بتكتبوه لي واللي انتوا بتسيبوا لايكات ده كفيل ان هو يوديني في حتة تانية خالص. فبعد اذنك لو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تدعمني بلايك وكومنت، لو شاركت الفيديو يبقى كتر خيرك. اشوفكم الفيديوهات الجاية ان شاء الله. بيس.